أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا مجاهر جديد، الأخ نيروز. خلونا نرحب بالبداية بالأخ نيروز. أهلا وسهلا فيك أخي نيروز. شكرا جزيلا أخ جانو، شكرا لاستضافتي وشكرا لإعطائي المجال حتى أتكلم مع الملايين من العرب الرجال والنساء. أشكرك. أتمنى يصل صوتك للملايين بصراحة، يعني بس يا ريت تقرب على الكاميرا عشان الصوت يعلى. أخي صوت، نيروز، هلا أخي صوت. نيروز، يا ريت هيك بطاقة تعريفية عن حضرتك، إذا بطاقة مختصرة تفضل. أنا نوروز، كردي من جنوب كردستان واللي تسمى الآن هي شمال العراق. أنا ولدت في زاخو وكبرت في مدينة الموصل وفي مدينة دهوك. سنة 1979 التحقت بالثورة الكردية وبقيت ما في تركيا وإيران وسوريا والعراق ما بين الثورة وما بين العمل السياسي لمدة 9 سنين. وسنة 1989 وصلت إلى لندن. وبالأساس أنا فنان، يعني مطرب، ولكن ناشط سياسي أيضا، ناشط كردي سياسي، وعندي نشاطات أخرى. طيب اخي نيروز، نحن مثل ما بقولوا يعني بالبرنامج هذا حابين نعرف تجربتك مع الدين، فيا ريت نبدا بالطفوله وكيف اهلك علموك الدين، كانوا اهلك متدينين ولا لا، كيف كنت تنظر انت للدين؟ تفضل. نعم، أنا أهلي كرد سنة وشوافع. من الناحية الدينية هم كانوا متدينين لكن ما كانوا متعصبين للدين، لأن الوالد والوالدة ما كانوا يعرفون يقرون ويكتبون، فما يعرفون أي شيء عن الإسلام، وما كانوا متعصبين. يعني بالحقيقة إحنا الجيل اللي رحنا إلى مدينة الموصل، ومن خلال الموصل من خلال الدراسة تعلمنا اللغة العربية. وانا من كنت اقرا القران، كانت تصير عندي تصورات، يعني اشك بالمواضيع واسال هل عفوا خلي الزم الكاميرا هيك حتى مشان الصوت يصل، الظاهر انه صوته ضعيف. الصوت ضعيف شوي. نعم، فكنت اقرا القران وكنت اجي اسال الوالد والوالده، باعتبار بالنسبه للطفل هو الوالد والوالده اهم الاشخاص اللي يعتمدون عليه. كنت أسأل أنه هل هذا المعقول أنه الله يتكلم هذا الكلام، يقول هذا الكلام؟ فكنت أنصدم، الوالد والوالدة ما كانوا يريدون الجواب. طبعا بالمناسبة أخ جانو، أنا يعني مش فكريا أنا مش ملحد، يعني ملحد كاملة أنا مش ملحد، أنا ربما لا أدري أو من جماعة لا أدري أو لا ديني بالأكثر، يعني ما عندي مدرك أو دليل أنه في عدم وجود الله. ولو الإلحاد لا يثبت انه في عدم وجود اله، الالحاد يقول انه ما نؤمن باله بالوقت الحاضر لانه ما هو موجود. فانا لست ملحدا بالمفهوم الفكري، انا لا ادري او لا ديني من هالناحيه. فتجربتي كانت مع الدين بهذا الشكل، وكنت اشك، وانا باعتبار ما كان عندنا تلفزيون، ما كان، احنا كنا من عائله فقيره، من طبقه فقيره، فكنت اعتمد على الكتب. وبذيك الفتره باعتبار احنا كنا في الوسط العربي، والوسط العربي كان يسيطر عليه التيار القومي والتيار البعثي والتيار الناصري. بس كان عندنا مدرس الله يرحمه اسمه استاذ ازهر، هذا كان يشجعنا على الافكار الاسلاميه، وهو كان اخوان المسلمين واحنا ما كنا نعرف. فكان في عطلة الصيف، أنا كان صوتي حلو فكنت أأذن بالجامع، الله أكبر الله أكبر، فكان يشجعني كثير، ينطيني حلويات، ينطيني شوكليت، ويقول لي تعال اقرأ القرآن وعلم أصدقائك القرآن. إحنا ما كنا نعرف، هذا كان إخواننا المسلمين، فهذا كان يربي الفكر الإخواني في داخل عقولنا. الفكر الإخواني كان يعني شبه ممنوع عند البعث، لأنه البعث هو يعني ولو فكر قومي لكن مطعم بالفكر الإخواني، مطعم بالإسلام أيضا، العروبة والإسلام هذه ما. فبالنسبة للتجربة الدينية بدأت عندما
صارت عندي صدمة. رحت للسينما مرة من الأيام، إحنا الأكراد كنا نحب الأفلام الهندية، لأنه الأفلام الهندية كانت تعبر عن واقعنا الاجتماعي وقريبة عن لغتنا الكردية، وإحنا كنا محرومين عن اللغة الكردية. فمرة أنا كنت بالسينما، سينما سندباد، فشفت الجريدة، شفت جريدة اسمها طريق الشعب، والجريدة هذه كانت عايدة للحزب الشيوعي العراقي. فشفت بهذه الجريدة أفكار أخرى، أفكار غريبة غير الأفكار الموجودة في جريدة الثورة والجمهورية تبع الحكومة العراقية، والانطلاقة بدأت من هناك. وبعدين عرفت أنه في هناك فكر ماركسي، وبعدين سألت عن هذه عن الجريدة وأصحاب الجريدة، قالوا لي هذا حزب شيوعي. وشفت جريدة أخرى حبيت أكثر اسمها الفكر الجديد، وهذا بالفكر الجديد كانوا يتكلمون شوية عن الأكراد، عن المدن الكرديه وعن الاشعار الكرديه، وهذا كان بالنسبه لنا في الموصل يعني شبه حرام، واحنا كنا متعطشين لهذا الشيء، لان احنا كنا مضطهدين من الجانب القومي، من الجانب القومي ككرد، لم نكن مضطهدون من الجانب الاسلامي، لان احنا كنا مسلمين والسنه وشوافه، ومعظم العرب اللي اطرافنا كانوا هم السنه. من الناحيه الدينيه ما كان اضطهاد علينا، كان اكو اضطهاد على الكرد الموجودين الفيلين للشيعه، كهم هم اكراد وهم هم شيعه. فتجربتي بدات مع الدين على هذا الشكل، وبين بين ان اقرا افكار اخوان المسلمين واقرا من جانب اخر افكار الحاديه وافكار ماركسيه افكار اشتراكيه، والى ان بلوريت الى هذه المرحله. طيب بدي أسألك، يعني أنت بهالمر يعني بدك تقول بمرحلة 13 14، يعني كانت المرحلة هي أي بأي عمر؟ طبعا 13 14 ربما اقل، والسبب الاساسي هو احنا بالبيت ما كان عندنا تلفزيون مثل الناس البقيه، كنا فقراء، فانا كنت وما كان عندي اخوان، من اخواني ميتين مع اخت، فبسبب الثوره الكرديه والمآسي، فانا كنت الطفل الوحيد، وما كان عندي انسجام مع خواتي، الاخت الكبيره انا كنت عدو لها، ما كنت انسجم معها، لان هي بنت وانا شاب مراهق، والاخت الصغيره كانت صغيره جدا، ما انسجم معها مطلقا. والوالد والوالدين مسلمين كرد، يعني يصلون يصومون، لا ابني لا تقول هذا الشيء، هذا حرام، هذا حلال، هذا ما اعرف ايش، وهم لا يعرفون اي شيء عن الاسلام. فبدات وانا بدا بدات الشك أشك وأقرأ، أقرأ الجانبين، أقرأ الجانب الديني، وكنت ملتزم، يعني في فترات من الفترات أنا كنت ملتزم ومتعصب ومتزمت للدين، وأصلي وأصوم بإفراط، وأنهي الناس على أنه المحرمات، يعني كنت ملتزم كثيرا، وكنت مؤذن، وحتى أنا كنت أؤذن في طهران، يعني طهران أنا كنت ثاني مؤذن كردي سني يؤذن في طهران هذا للتاريخ. طيب بدنا نسمع أذانك كامل، أذان رائع يعني من صوتك الحلو، تفضل نعم. على أي مقام تريد. على مقام الإحجاز. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. بس نيروز لو حيطت أشهد أن لا إله إلا جلدة الحنفية كان أفضل بصراحة يعني. استغفر الله يا شيخ، استغفر الله. اتفضل نيروز، خلينا نشوف من مرحلة الشك كيف بلش معك الشك. والله الشك بلش معي بالتناقضات الموجودة بالإسلام، يعني طبعا التناقضات يعني كثيرة لا تعد، والشك هي أنا بنظري أنه
الشكوى فكر، انه اذا الانسان ما يشك ما معناته يعني يفكر. والشك هو مثل ما يقول ديكارت، الشك هو بالحواس. مثلا ننظر للكواكب، احنا بحواسنا ننظر لكوكب معين نقول هذا الكوكب كم هو صغير، يعادل درهم او يعادل فتشي صغير، بعروره. لكن في الحقيقة تشوف هذه البعرورة أكبر من كوكبنا ربما بمئات المرات. فإحنا لازم نشك في حواسنا. والشكوك الشعورية أيضا هذه تتراود الإنسان، لأنه الإنسان عندما ينام وعندما يصحى هذه أيضا تشكل الشكوك عند الإنسان. بعدين الشكوك عند العقل، الشك عند العقل، الإنسان عقله مش كامل. فطالما أن العقل مش كامل، العقل الكامل هو إذا كان في موجود خالق أو الله أو أي شيء، فهو اللي خلق هذا الكمال. إحنا بما أنه عقلنا غير كامل فما نصل للحقيقة الكاملة، الحقيقة هي نسبية بالنسبة لنا. فالشك والتفكير، الإنسان بما هو ناقص فلا بد أنه يشك، وبالشك هذا يصل إلى التكامل. وكل ما يصل إلى التكامل يعرف أنه في تكامل آخر ولازم يكمل نفسه، لأنه الحقيقة نسبية. فبالنسبة لي أنا كنت أشك، أنه كنت أقرأ آيات القرآن، يعني مثلا ما هو الداعي أنه الله أعطينا ملائكة اثنين على أكتافنا ويراقبنا؟ يعني ليش هذول الجواسيس تبع الله مثلا؟ حلوة هاي الجواسيس بصراحة، مو جواسيس بس إن أولاد حرام. يعني هو بس هذول الشغلات يكتبون تقارير لله. وبالمناسبة أنه هذول الجواسيس في التواليت ما يدخلوا معنا، لأنه حرام يدخلوا معنا بالتواليت. فطيب إذا أنا أقتل في التواليت، الجواسيس ما راح يكتبون علي تقرير. في يوم القيامة عندما أروح يوم القيامة ما في حساب كتاب، لأنه الجواسيس مش دخلوا علي. لأن فهنا يعني التناقض. مثلا الله سبحانه وتعالى هل هو يعرف كل شيء؟ نعم يعرف كل شيء. هل هو قادر؟ نعم هو قادر. طيب يعني شو الملائكة اثنين اللي على اكتافنا؟ هل هو بحاجة للملائكة؟ مثلا هذا التناقض. التناقض الآخر، مثلا الله يغضب. طيب أيضا السؤال، ليش الله يغضب؟ هل هو يعرف كل شيء؟ نعم يعرف. طيب إذا يعرف كل شيء وليش يغضب؟ هل إذا هو يعرف أنه جانه قبل ما يولد وقبل ما يكون نطفة وقبل كل شيء، أنه الله يعرف أنه جانه راح يروح يعمل هذه العملة وهذه العملة وراح يرتكب هذه الجريمة وهذه الجريمة وراح بالأخير يروح للجهنم، طيب ليش أغضب عليه؟ ما أنا أعرف، أنا اللي خلقته. مثلا ليش نغضب على الشيطان؟ هو الشيطان من يرتكب هذه الجرائم، ولو احنا ما عندنا الأدلة انه هو ارتكب الجرائم. اذا الشيطان ارتكب هذه الجرائم، منو كان الشيطان مثلا؟ فهذه أسئلة إنسانية تراود الإنسان منذ خلق. وتعرف الشيطان هو الله، يعني هو اللي وسوس له الشيطان على الله. يعني تعريف الله يعني بالنسبة لي تعريف صعب جدا، ما أعرف أنه هو وين موجود وكيف موجود. وإذا عرفت أنه في الله موجود معناته أنا جزء من الإله. طبعا هذه جماعتنا العرب والكرد راح يزعلون مني من هذا الكلام، لكن إحنا لازم نواجه الحقيقة. إحنا لازم نقول لهم الحقيقة، نقول لهم أفكارنا وما ننافق بهذه الأمور. لأنه أنا بالنسبة لي مسألة أنه الله موجود وما موجود هذه مش شغلتنا، مش شغلة العامل والفلاح والخباز والسائق الباص. هذه شغلة أينشتاين، شغلة ناسا، شغلة السفن الفضائية. هم اللي يبحثون أنه الله موجود ما موجود، وين موجود، كم هو بعيد، كم هو ما بعيد، هل هو جسد، هل هو روح، هل هو ضوء، هل هو نور. عفوا جاري، أنا ما خليتك تتكلم وتسأل. لا لا لا، تفضل تفضل، أنا مستمتع بحديثك نيروز، والحلقة لك يعني والميكروفون لك، فعبر عن رأيك برياحتك، تفضل.
الله يخليك. فسؤالك حول الشك، أنه الشك هو دائما يراود الإنسان المسلم، لكن أحيانا مشان حتى يريح نفسه، مثل ما يقول الإنجليز manipulation، حتى يناور عقله، يحاول أنه يأقلم شكه مع المسائل العلمية والمسائل الموجودة بالحياة، لكن هذا الشيء مستحيل. لأنه المؤمن، أي مؤمن كان، احنا انا مو قصدي انه اتهجم على الإسلام، ما اتهجم على أي ديانة، بالعكس انا ما اتقبل الديانات الأخرى ايضا، والمسيحية والهندوسية والأديان الأخرى، لأنه هذه الأديان تدعي الكمالية، تدعي الحقيقة الكاملة، وهذا هو النقص. إذا انا دعي إذا ديانة معينة ادعت الكمالية وما في تناقض، ما في ناقص موجود، إذا يعني لا داعي للكلام مع هذه الديانة، لأنه هذا المتدين مهما قلت له فهو سوف بالنسبة، يعني مثلا مسألة الملائكة إذا تقول ليش هذا الشيء، لا يقول لك كلام غير منطقي وغير عقلاني، ومهما تناقشه هو مؤمن بهذا الشيء، لأنه عنده الإيمان قبل العقل، ونحن كعلمانيين نجيب العقل قبل الإيمان، لأنه إذا رحنا ركضنا وراء الإيمان قبل العقل، يعني مثل ما ابن تيمية الكردي اللي يقول أنه النقل قبل العقل، فهذه هي مصيبتنا، يعني وهذه إحدى مشاكلنا اللي ما تخلينا أن نتطور، وهذه هي اللي تخلي أنه نكون فاشلين، وفاشلين من نوع متخلف، يعني مش فاشية موسولينية أو فاشية هتلرية أو فاشية ستالينية، لا، فاشية من نوع تفكير صحراوي، تفكير سطحي ومن هالقبيل. أكيد. طيب أصدقائي، بتمنى أنا إذا تكتبوا تعليقاتكم تحت الفيديو، أسئلة، تعليقات، تعقيبات، الشيء اللي بدكم إياه تكتبوه، وأنا بعد كمان شي 10 دقائق أو ربع ساعة راح أفتح سكايب وأتمنى مشاركاتكم. طيب أخي نيروس، خلينا نشوف فيديو نعم ونرجع نعلق على الفيديو، بس ما بدنا نضحك عشان ما تطلع تغيب الصورة، تصير الفيديو. براحتك انت، بس مشان معلوماتي، هلا احنا يعني الاصدقاء لايف عم يشوفون وعم يتصلون معك عم يكتبون، كيف يعني شو قلت؟ هلا في تعليقات، في ناس عم يكتبوا تعليقات وعم يكتبوا اسئله. أظن لسه ما طلعت، بس أكيد لأصدقائنا عادة بيعلقوا بيكتبوا أسئلة، يعني يلا على راسي، انت تؤمر ونحن نبى الخدمة. تسلم يا طيب، تسلم. على كل، يلا دقيقة واحدة ونكون جاهزين، أجهز الفيديو، هو جاهز بس ما بده، خلينا نشوف الفيديو هاد. نعم. أسف. آسف، أنا أظن الفيديو ما طلع عند الأصدقاء، بس بدي أرجع أحاول، ما بعرف شو المشكلة. هو ما طلع عندي كمان، لكن طلع عندي الصوت. هو عندك ما راح يطلع الحالتين، بس خلينا نجرب من جديد. هذا السيد، هذا الملا نوروز عم يحكي، عم يتكلم. الملا نيروز، مظبوط. طيب نعم. أظن يجوز، لا حياء في الدين، لا حياء في الدين، الكلمات عبارة عن هواء، فالهواء يخرج من ثلاثة أماكن، يخرج من الأنف، يخرج من الفم، ويخرج من الفم، وهكذا. إذا
ملاحظه بدل ملاحظه لموضوع كل هذا الخوف وهذا التهديد وهذا الخجل. مثلا لماذا نحجل ان نقول كلمه الزب؟ لماذا نحجل؟ هل الزب هو الدب؟ لا. هل سياكلك الزب؟ لا. هل سيحبلك الزب؟ لا. اذا لماذا الزب؟ وضع الزب هو الحور. بدون الزب لا وجود للبشر ولا للحور. لبعث الرجال في الأوروبي وفي الخليج الفارسي الزوب بالنسبة لهم الطبيب والطب، ولكنهم القاملون يحبون أكل البلوط والسمك الشابو. لماذا نخاف من كلمة إير ولا نخاف من كلمة السليمانية أو حولير؟ لماذا نخاف من كلمة الشوفير وتوني بلير ونخاف من كلمة إير؟ لماذا نخاف ونتعجب ونقفز حينما نرى المهبل؟ هل المهبل هو شخص أهبل؟ من الناحية العلمية البيولوجية لا، كلا. لماذا لا تخاف عندما ترى أنفي أو ترى إذني أو ترى رجلي؟ لماذا لا تخاف؟ لماذا تخاف حينما ترى زبا أو مهبلا؟ ألا ليست هذه كلها أعضاء البدن الإنساني، جسد الإنساني؟ نمستي. لماذا لا تشغل عقلك الفارغ المتخلف؟ طيب، يعني صراحة استمتعنا بهالفيديو الحلو هذا. بدي أسألك أخي نيروز، ليش فكرت بهيك فيديو؟ ليش شو الفكرة يعني؟ والله معاناتي مع النفاق الاجتماعي الموجود خاصة بالمجتمع الكردي المحافظ جدا، عفوا يعني، مشان معاناتي مع المجتمع الإسلامي بشكل عام وخاصة مع المجتمع الكردي، النفاق الموجود اللي عندنا، وبسبب المشاكل الكبيرة اللي عندما الإنسان يخلق لنفسه مشان كلمات أو هواء حروف يعني لا معنى لها. أنا مشان مسبة واحد يقول لواحد حاشاك حمار، فشوف قتله وصارت عنده مشكلة، وبعدين هذا المقتول أصحاب المقتول يجون يقتلون الطرف الآخر، وتمتد تشوف 20 سنة والناس يقتلون البعض مشان كلمة وكلمتين وعبارة عن هواء، عبارة عن حروف، ومشان إيش؟ مشان هم يعني ملتزمين بالأعراف والتقاليد الآباء، وأنا ضد هذا الشيء. يعني الشيء الجيد أحتفظ به، لكن معظم الأشياء اللي إحنا متمسكين بالأعراف والتقاليد والثقافة والآباء، وآباؤنا هكذا، وخاصة عند العرب عند الثقافة العربية، هذه بالنسبة لي لا تعني أي شيء، تعني تخلف، يعني تخلف. فحتى أشوف اللي مقابلي أنه لا داعي للكرة ولا داعي للقتل من أجل الكلمات، لأنه مثلا يعني إذا قلنا مثلا كلمة زب، حاشا يعني أنا حاشا الخوات اللي دا ينظرون أنه يعني كلمة زب عندها عدة فروع. مثلا أقول جمع أزباب، زباه الشر دهاه، زاب يذوب زوبا زوبانا، زاب الماء جرى الماء، زبون بارات، أو نقول زبون ملاهي، الزبان الشمالي، صار العنب زبيبا، زبيب العنب. هذه الكلمات يعني بالنسبة للمجتمع كلمات خطيرة، ولكن أنا أجي أسأل ليش هذه الخطورة؟ ليش هذه الخطورة موجودة؟ مثلا واحد حاشا واحد يقول كس أمك. طيب كس أمك يعني إيش بي يعني؟ لا فاعل ولا مفعول ولا يعني مجرد كلمتين. إيش تعبر؟ ليش الإنسان يزعل ويقتل من أجل هذه الكلمتين، من أجل هواء يعني يقول هذا احتقر. طيب شيء عادي يعني، مثل ما يقول هذا مال أمك
يقدر يقول خشم أمك، يقول عيون أمك، أذن أمك، يعني ليش حرام؟ طيب إذا واحد قال حاشا حاشا عير أبوك، ليش الإنسان ما يزعل؟ بس إذا قال المرأة راح يكون هناك زعل، ليش؟ لأنه مكانة المرأة عندنا لا شيء، إحنا ما نحترم المرأة، إحنا عندما ننظر المرأة ننظر المرأة كصديقة وحبيبة وزوجة، وإذا هي ما حبتنا واختلفت معنا فإحنا لازم نضطهدها. نحن ننسى أنه المرأة هي الأم، هي الأخت، هي بنت العم، هي العمة، هي الخالة، هذه كلها. وبدون تحرر المرأة الرجل ما راح يتحرر. مثلا واحد يقول لك يا ابن المنتاكة، حاشا المشاهدين. طيب ابن المنتاكة هل هي مسبة؟ مش مسبة، يعني هو أكو بشر طالع من أبوه بدون أنه طالع من أمه، بدون أنه الأم ما تكون منتاكة مثلا من قبل الأب، حاشا المشاهدين. من الناحية المنطقية هذه أسئلة لازم نطرحها، ولازم نكون جريئين بطرح هذه الأسئلة. فإحنا بالنفاق وبالتخفي وبالتستر تحت حجج إسلامية وثقافية، وآبائنا هذه ما راح تحل المشكلة. إحنا لازم نواجه المشاكل كما هي. يعني مثلا ليش مشان هالكلمات؟ طبعا هذه تصير حروب ايضا، يعني انا شفت صارت معارك بين احزاب كرديه مشان عدم التفاهم، عدم الكوميونيكيشن، عدم الاتصال، مشان هذا المسؤول زعل من هذا المسؤول، هذا عمل هيك. وحتى حتى قيادات عربيه، انه مثلا صدام حسين حجته انه احدى حجج صدام حسين انه عندما غزا الكويت لانه امير الكويت سب العراقيات الماجدات. فهذه العقلية العشائرية المنطقة بالقومية والإسلام المطعومة. فأنا عملت هذا الفيديو كرد فعل على بعض أبناء مجتمعنا الكردي اللي أزعجوني، يعني هن أزعجوني. مثلا بالفارسي تقول الواحد بدر سخته، يعني هذه مسبة كبيرة بالنسبة لهم. تقول الواحد بدر سخته، إذا ترجمها بدر سخته للعربي معناته لا شيء، يقول الأب المحترق. صور الأب المحترق، يعني الأب المحترق، يعني لا فاعل ولا مفعول، هو فعلا هل هو محترق؟ ما محترق. فالمسبة ما راح تكون تأذي الإنسان طالما الإنسان ما مؤمن بها. إذا أتعلق الإنسان بهذه المسبة واعتبرها أنه إهانة ومن دون منطق ومن دون تفكير، طبعا راح تكون إهانة، ومن خلال هذه الإهانة راح يسوي حروب ومعارك ويدخل السجون ويدخل عائلته وعشيرته في مطبات عنده لا مخرج لها. فهذه هي إحدى الأسباب اللي أنا عملتها. برافو برافو، بصراحة مثل ما شرحت أنت يا أخي نيروز، يعني كلمات ما لها معنى، ما لها قيمة، يعني تجري عليها مشاجرات وناس تضرب ناس وناس تقتل ناس بسبب كلمات، ويعني تفاهم. وهي إذا عبرت عن شيء، هي بتعبر عن روح القبلية الموجودة فينا، يعني الروح العشائرية هي. بالضبط، هي هذه المشكلة الكبيرة. وإحنا تفكيرنا تفكير غير منطقي، تفكير غير عقلاني، وإحنا تربينا على التفكير العاطفي وتبرمجنا على نوع معين من، أنا أعتبر تفكيرنا كله كذب، يعني تربينا على الكذب 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 الكذب. وعندما نكبر فنتوقع أنه نقول الحقيقة ونتوقع الحقيقة من الناس ومن العالم، والناس يتوقعون الحقيقة من عندنا، لكن كيف هذا الشيء مستحيل؟ أنا إذا تربيت على الخرافات واعتبرت الخرافة حقيقة واعتبرت الحقيقة خرافة، أنا إذا حقرت المنطق حقرت الفلسفة. أنا مثلا عندما عملت الفيديوهات الفلسفية معظم الإخواتنا الكرد، يعني عملت فيديوهات بالعربي أيضا، لكن تركيزي هو على مجتمع الكردي، لأنه الأولوية للمجتمع الكردي، لأنه بالنسبة لي الأولوية للكرد، لأنه هذا المجتمع ده يعاني 50 مليون، لا دولة ولا أحد معترف به. يعني
فعمل فيديوهات كثيره. فبالبدايه عملت الفيديوهات تبع الفلسفه، وادخل بيها نكات، ضحك، كوميديا، سخريه كوميديه، دراما، تمثيل، الوان، موسيقى، غناء، شعر. حتى الكردي الفلاح العامل، القارئ، الغير قارئ، المثقف، الغير مثقف، الدكتور، المهندس، والغير متعلم، هذا كله حتى يستوعب بشكل سهل، ولا طمعا بالشهرة أو بأي شيء. أنا هذا آخر العمر، مجرد ما عانيته ما أريد أبناء شعبي أنه يعانون، ولا الإنسانية تعاني من هذا الشيء. فهذا هو كل هدفي يعني بالأساس. بكل تأكيد بكل تأكيد. طيب خلينا نرجع علاقتك بالدين. أنت توقفت علاقتك بالدين وقلت أنا أوكي اليوم أنا هالخرافات هي كلها أصبحت خرافات بالنسبة لي وما في أي شيء يربطني بهالخرافات، يعني أي طقوس ممكن تمارسها أو هيك من هالقبيل هذا. نعم والله، كيف وصلت للمرحلة هاي ومتى صار؟ يعني هي عملية استمرارية. أنا أحب القراءة، أنا يعني شاغب بالقراءة، يعني قرأت بالمئات من الكتب، بالرغم من أنه ما عندي شهادة، عندي شهادة الابتدائية، وعندي بريطانيا أخذت الشهادات البسيطة مثلا بالترجمة واللغات والشهادات فنية، لكن أحب القراءة وأحب أتعلم دائما. يعني بدأت عندي مسألة التخلص من الدين من زمان، لكن مثل ما ذكرت أنه أنا لحد أنا لست ملحدا، يعني أؤمن بشيء موجود، بقوة موجودة، لكن لا أعرف أين هي وما هي وإيش هي. هذا الشيء اللي موجود اللي عندي. ومثل ما قلت، التناقضات هي اللي أدتني إلى هذا التمرد. مثلا خلينا نحكي على الإسلام، لأن نحن مجتمعنا إسلامي، ولو أنا أحكي على جميع الأديان، المسيحية أيضا. مثلا إذا نجي على الإسلام، هل اللغة العربية لغة عالمية؟ لا. طيب ليش الله نزل القرآن باللغة العربية لمحمد عربي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقال له اقرأ؟ يعني ليش الله ما نزل القرآن باللغة الصينية مثلا، بالروسية مثلا؟ الصين كانوا بالنسبة للتعداد كانوا أكبر. طيب الأمريكي، الروسي، الصيني، الياباني، كيف راح يكون عنده نفس المساواة بالنسبة للإنسان العربي حتى يكون مسلم؟ هو القرآن مو عالمي؟ طيب أنا كيف راح أخلي الإنسان الأمريكي أنه يؤمن بالقرآن وهو لا يجيد اللغة العربية؟ والله ما أعطاه نفس المستوى من التعلم من واحد سعودي مثلا أو يمني قاعد. اليمني قاعد مرتاح، أطرافه عرب وثقافته عربية واللغة العربية، والقرآن نزل بالعربي، باللغة العربية. طيب من الطبيعي انه راح يتقبل القران، راح يعني راح يتقبل القران يعني اما جبرا او قناعه من خلال المحيط المتاقلم به. لكن الامريكي كيف؟ ليش الله هو مو قادر على كل شيء؟ هو ليش الله قام يكرر نفس خلينا نقول اخطاء؟ مثلا بعد كتاب ورا كتاب، كتاب ورا كتاب، كتاب ورا كتاب، بعد كتاب لهالأمة ما آمنوا، بعد كتاب لهالأمة ما آمنوا، بعد كتاب لهالأمة ما آمنوا. طيب يا أخي ليش عم تبعث الكتب؟ ابعث لنا في DVD، ابعث لنا التلفزيون بالسماء كبير، يلا يلا يا بشر شوفوا هذا جهنم وهذه الجنة، وأنا إلهكم. صدقوني أو لا، اللي ما يصدق إنه راح يكون هذا جهنم، ويكون بكل اللغات، يعني الكردي وغير الكردي، انه الكل يفتهمون هذه اللغه. طبعا الكردي ما راح يفتهمها، لانه الله ما عطي لا دوله ولا اي شيء. احكي لك هذه النكته، انه يقول لك عادل امام والفيلسوف ديكارت والفيلسوف نوروز الكردي، راحوا لمطعم،
راح المطعم باريس، فعندما انتهوا من الاكل ديكارت هذا الفيلسوف الفرنسي صاحب المقوله اللي يقول انا افكر اذا انا موجود، هذه نظريه ديكارت المشهوره الشك، انا افكر اذا انا موجود، فدور بجيب يشوف المحفظه مالته ما لقاها، اتذكر انه مخلي المحفظه مالته بالبيت، فقال انا افكر اذا انا نسيت محفظتي في البيت. فقال العادل الامام، قال العادل الامام هل بامكانك تقرضني بعض الفلوس مشان حتى ادفع العشاء بعدين ادفع لك اياه؟ عادل الامام قال له انا لا افكر اذا انا لست موجودا، وطلع. وديكارت سال نفس السؤال لنوروز، قال له يا نوروز انا نسيت المحفظه، ممكن تدفع لي ثمن العشاء بعدين ادفع لك؟ نوروز قال له انت يعني كيف تسالني وانا غير موجود؟ قال كيف انت غير موجود؟ قال انا كرد، انا غير موجود. يعني لا دوله ولا شيء ولا الله مراعينا ولا البشر مراعينا. طبعا هذه ربما انها تكون نكته عويصه ما يفهمها الناس كلهم، لكن المغزى من عندها، الكثير من عندنا يروحون للدير، يروحون للكنيسة، يروحون للجامع، هم موجودين جسديا هناك لكن مش عقليا في مكان آخر. يكون يقول أنا أفكر إذا أنا موجود، إذا أنا موجود، يكون بالجامع لكن تفكيره في مكان آخر، يكون في الدير ولكن تفكيره في الملهى في مكان آخر. هذا هو المغزى من النبذة، إحدى الفروع من مفهوم النبذة هذه. عفوا جاري، ما خليتك تحكي يا أخي. لا لا ولا يهمك، انا حاولت، عم بحاول افتح سكايب بس السكايب معصلج معي، ما بعرف شو قصة السكايب. صوتي عم يصل؟ صحيح؟ صوتي عم يصل؟ صوتك عم بصل، اكيد عن صوتك عم بصل، بس صوته يعني بصراحة ماني راضيين عنه كثير، بس ماشي الحال يعني اكيد جيد. يعني مسموع. احكي لك باللهجة السورية ولا بالعراقي؟ ترتاح اللي بريحك يعني، ما في اي مشكلة. في عندي الاخ سال، شكرا اخي سال، عم بقول تحية لكم وتحية خاصة للاخ الحبيب نيرون صاحب الصوت الرائع، ارجو ان يشجينا بالاغنية التي طلبتها على سكايب، ساضع الاغنية من عندي وهو سيغنيها، ارجو ان تفتح سكايب رسالتي على سكايب. شكرا. انا اسف كثير يعني سال، ما السكايب ما عم بفتح معي، ما بعرف شو القصة، بس اجرب مرة اخرى. شو الاغنية اللي طلبها اخوي سال؟ والله السال لحد هلا ما فتح سكايب معي، انا هو لازم كان اعمل ريستارت قبل ما ابدا الحلقة، بس على كل خلينا نروح تحياتي نرجع لاسئلتنا. تحياتي للسال من هون لواشنطن، وشكرا لاخويا السال، وانا كنت معاه بالبرنامج تبعه بالانجليزي البارح بالليل، وارتاحت البرنامج تبعه، ومن خلاله نسوان اثنين امريكيات اتصلوا معي، فشكرا يا سال. على كل، انا بتمنى يتصلوا فيك من هالبرنامج، يتصلوا فيك كل نساء العالم يعني، ما في. يا ريت يا ريت. وخاصه انا اعزب. على كل، انا بتمنى الاخ سالي يعني، يا ريت تكتب لنا الاغنيه، اسم الاغنيه على اليوتيوب، لانه بصراحه هون انا عم بحاول افتح السكايب بس، وراح احاول كمان بس ما عم بفتح معي المشكله. اغني له هيك مقطع، هيك مقطع بسيط من احدى اغنياتي. تفضل. عراقيه هذه. 75% من اجسامنا ميه، انا اغسل بحبك اسقيني شويه شويه، انا غرقان بحبك جيب البلم يا بنيه، 75% من اجسامنا ميه، وانا عطشان بحبك اسقيني بشويه شويه، انا غرقان بحبك جيب البلم يا بنيه، ذب العبايه بنيه تمتعي بالحريه، ذب العبايه بنيه تمتعي بالحريه، الحياه كلها لحظه خلنا نعيشها بحريه،
الحياة ترى لحظة خلنا نعيشها حرية. يا سال إن شاء الله أنا وأنت وجانو راح نلتقي ببغداد، بغداد هارون الرشيد. شكرا جزيلا حبيبي. يسلم ويسلم ويسلم هالتم أخي نيروز، يسلم هالتم. بصراحة أنا كان بدي في آية الوسكي أنا سويتها من فترة، يا ريت أنا صوتي ما هو صوت غنائي يعني، كنت أتمنى أنت تلقيها بإلقائك الحلو. انا عملت آية الكرسي مش الويسكي. يا ريت سمعنا، يا ريت سمعنا تقرأ لنا القراءة الممجدة. هلا ما حافظها لانه بس عملت مقطع موجود بالفيديو الكردي موجود وبالفيديو العربي موجود آية الكرسي مقطع هيك، يعني مش استهزاء او ازدراء بالاديان او لا، يا انا قصدي كان هذا السياسي، وانا ضد الفساد السياسي اينما كان خاصه بالعراق، لانه من حقنا انه نحن نكون احنا في الوقت الحاضر سواء اردنا او لم او لم نريد، فنحن ككرد لا زلنا يتعاملون معنا كعراقيين. ولو انا من الناحيه الفكريه من الناحيه السياسيه انا انفصالي، اريد كردستان تنفصل من العراق وايران وتركيا وسوريا، لكن من الناحية الإنسانية أنا إنسان، يعني أؤمن بكوكبية الأرض، ومش كوكبية الأرض وحدها، أؤمن أنه حتى الشمس هي إما بنت عمي أو ابن عمي، القمر وكذلك نحن كلنا يعني من من من, من هذا الكون يعني. لكن مشان لأنه 50 مليون كردي ما عندهم أي حقوق، فبالمرحلة الحالية أؤمن أنه لابد أن تكون دولة موجودة للكرد، ومن خلال هذه الدولة لازم يجي يوم انه الحدود ما تبقى بين البشريه كلها، انه يكون عندنا كوكب واحد كلنا نحكم انفسنا، ومن خلال حكم انفسنا نكون نراعي مصالح البشريه كلها، ونتقاسم المنافع البشريه والاقتصاد. بس هذا ما راح يجوز الا ان تتحرر المراه، اذا ما تحررت المراه الرجل لن يتحرر، هذا ما قاله سقراط قبل 2500 سنه. لأن المرأة هي الأم، هي المعلمة الأولى، ولو الآن مع التقدم العلمي والصناعة والرأسمالي والإمبريالية المرأة أصبح وقتها ضيق بالنسبة للأطفال، لكن مع ذلك تبقى هي المعلمة الأولى، فلابد من تحرير المرأة، وأنا مع حرية المرأة 100%، بكل لأن أنا تأكيد. حرية نفسي، تفضل تفضل أخي نعوز. يعني أنا عندما أنادي بحرية المرأة أنادي بحريتي. نعم، بالنسبة للموضوع اللي حكيت لأنه كيف أنه حول الشك وحول التناقض، يعني مثل ما ذكرت لك أنه مسألة اللغة، أنا مثلا أنا كنت أطرح من أنا صغير أطرح هذا السؤال، لحد الآن ما في جواب، يعني هل الشيطان خلق من نار؟ نعم. هل هو مخلوق ناري؟ نعم. طيب يا أخوان يا أعزائي، هل جهنم هو نار؟ نعم. طيب إحنا شلون كيف راح نعذب الشيطان وندخله جهنم؟ ما هو مخلوق من نار؟ فإحنا كيف راح ندخله بجهنم؟ جهنم من نار، يعني إذا أنا دخلت الشيطان في النار كأنه هو دخلته في بيتي، شكرا جزيلا نوروز، أهلا وسهلا، أنا في بيتي. تفضل شاي شيء اشرب معنا، يعني هو نار هو. فهذه الامور اللي خلتني انه ابتعد عن الاديان، مش بس الاسلام، انا مبتعد عن 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 جميع الاديان، واديان اخرى حاولت انه تقنعني بدينها، مثلا المسيحيين، الاخوه المسيحيين والاخوات المسيحيات حاولوا معي شو اسمه الايرانيين البهائيين الزردشتيين، حاول معي بعض الاخوه الايزيديين، بالرغم انه الايزيديه ما تقبل انه اي واحد ينضم لها، لكن ايضا محاوله تجميل الصوره وهذه، ومشان انه انا كرد وهم اكراد، و
تاريخنا كان احنا كنا يزيديين وكنا زردشتيين، لكن ما عندي قناعه لان المشكله عويصه مع الدين. الدين لا يقبل العقل، ومن لا يقبل العقل فهو مجنون. يعني حتى الدين نفسه لا يقرا بدون عقل. يعني اذا الانسان ما عنده عقل ما يقدر يقرا الكتاب الديني. لكن واحد يجي يقول لي لا، بالرغم انه ما عندي دليل ديني، لا يوجد دليل في ديني انه هذا الشيء اللي ادعيه انه حقيقه، لكن بما انه ديني قال والهي قال وكتابي قال فانا لازم اصدق. انا ما اقبل هذا الشيء، لانه يقول له لا. او واحد يقول لي لا اخي طيب انت لا تهيني، انت لا، هذه اهانه بالنسبه للديني اذا انت تنقد ديني، هذه اهانه، هذا ازدراء لديني. انت دينك لك وانا ديني الي، واحنا كنا لازم قبل اديان اخرى. لا حبيبي، هذا ما يصير. اذا كل واحد من عندنا يقول انا على حق وهذا ديني، طيب ليش العقل موجود؟ ليش المنطق موجود؟ لازم يكون المنطق بيناتنا يحكم، والا راح نتقاتل مع البعض. المسلم راح يقتل المسيح، والمسيح راح يقتل المسلم، والبوذي راح يقتل ما اعرف ايش، والهندوسي راح يقتل الكل. ما بيصير. يعني لا، انت لازم تحترم ديني. اخي انا احترم دينك اذا دينك احترم نفسك. انا اذا دينك طلع لي شغلات مثل افلام كرتون، خرافات ما خرافات، طبعا انا راح انقذك بالعقل وبالنقل. فمن انقذك ومن انقذ دينك راح تصير مهزله، راح تصير مضحكه، لانه راح يكون تناقض للعقل. اي شيء تناقض للعقل هو راح تصير مهزله، فانت راح تعتبر انه اهانه. ما فيش اهانه، انا اتكلم معك بمنطق. بكل تاكيد اخي. طيب في معنا شوية تعليقات، خلينا نروح على التعليقات شوي. واحد زبال، ولا أنا أحترم الزبالين على كل حال. في واحد صوص سلام بنسمي حاله، واحد قزر من أتباع محمد المخنس. هذا على كل إن أنا ما راح أهتم بفيه نهائيا، لأنه واحد حشرة. في الأخ جانو حبيبنا، أنا آسف جانو، أنا بعرف أنت السباق دائما في الاتصال، ولكن اليوم يعني أنا بخطأي كان لازم أسوي ريستارت للكمبيوتر قبل ما أبدأ الحلقة، ولكن أسفا يعني أنا نسيت أعمل ريستارت للكمبيوتر، والسكايب ما عم بفتح معي، فآسف كثير. عم بيقول تحياتي حبيبي جان لك ولضيفك الحلو، أتمنى أن يغني لنا غنية بارا 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 بارا، أظن يعني بارا يعني الفلوس بالضبط، فكتبها بالعربي وكتبها بالإنجليزي كمان بارا. تفضل. بارا هذه أغنية من أغنياتي القديمات، أغنية يعني أغنية تحفيزية، أنه أتكلم عن الفلوس، عن دور الفلوس. فأنا بالفلوس أغنية كوميدية باللغة الكردية، فأنا أقول من دون الفلوس في هذا الزمن أنه الدنيا كلها أعداء لك. والفلوس حلوة، الفلوس من تلزم الفلوس بها ليونة، وريحة الفلوس حلوة، ولمس الفلوس حلوة، والفلوس هي اللي ما بالصيف تخليك أنه تشعر وكأنك في مصيف، لأنه تشتري البرادة وما برادة البانك والمروحة هذه، وبالشتاء تشتري المدفأة وتحرر لك أجواءك، وبالربيع يعني شيء حلو يعني ينمو. فالأغنية راح أغني لك على رأسي. فارا 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 دنيا بيتنا يا رام، دنيا بيتنا يا رام، فارا 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 دنيا بيتنا يا رام، دنيا بيتنا يا رام، زبيا خس يا من باجان وخيارة، زبيا خس يا من باجان وخيارة، دبلا شينوان في بهد باندولارة، دبلا شينوان في بهد بان فارة 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 دنيا بيتنا يارة، دنيا بيتنا يارة. أنا أقول في هذا المقطع حديقة حماتي ينزرع بها الطماطة والخيار، يا ريت مكان الطماطة والخيار تنزرع بها الدولارات.
وبارا بارا بارا فلوس فلوس فلوس، من دون الفلوس ما في حياة، والناس كلها والدنيا كلها أعداء. طبعا هذه الشغلات يعني مثل تحفيزية تحريضية، يعني أنا ما أغني هيك شغلات ما أعنيها بالمعنى النصي، لكن حتى أشوقها للشباب، أعملها تشويق وأعملها أعمل تحريض فكري، أستخدم هذا الأسلوب. بكل تأكيد. على كلنا الأخ سال حط لنا الرابط تبع الأغنية، وأنا حطيت الرابط، ف حولني على الفيسبوك في بس دقيقة أشوف فهون كاتب أنت أنت نشرة نوغا أند ديفيد. نوغا، نعم، ديفيد هذا شاب فرنسي من أصل عربي، من أصل سعودي، والده سعودي، فإنسان رائع جدا. هو ما يتكلم اللغة العربية لأنه والده متخلي عنه من زمان، وهو وأمه يعيشون في باريس، فهو بوي فريند تبع نوغا، وإحنا غنينا هذه الأغنية بارا بارا بكوليدج هنا بلندن، انا ونوغا هي ديفيد، وديفيد يعمل البيت بوكس، ما بعرف شو اسمه بالعربي، يقلد اصوات الحيوانات والبشر والالات الموسيقيه جميعا بصوته، يعني ديفيد فنان رائع. وصديقته اللي هي بتعتبر مثل زوجته نوغا إنسانة فنانة، عندها ماجستير بالغناء وتدرس الغناء هنا، فأنا غنيت معها عدة حفلات، وهي أخذتني إلى حفلات أخرى، وأختها أيضا فنانة، وهم عندهم يعني هم عندهم جوازات ألمانية لكن عايشين في بريطانيا، وأنا راح أعمل مقابلة لهم مع الأخ سال، مع قناة سال، لأنه سال يحب الأغاني تبعهم ويحب الافكار التنويريه اللي تبعهم. وديفيد انسان، ديفيد وناجا يعني اصدقاء كلش حلوين، يعني حبابي. المهم لو الأغنية كانت بارا يعني. بار يعني الفلوس. بالضبط، اوكي، معناتها انتهت مهمتنا مع سال، واظن يعني سمع الأغنية. طيب خلينا نروح نشوف اذا في اي تعليقات ثانية اجت على اليوتيوب. غير الأخ سلفي مرتد عم بيقول تحياتي لك جان وضيفك نيروز ولكل الملحدين في الوطن العربي والعالم. طيب هذا شو اسمه الاخ عبد الله عمول، ازرع الدولارات اذا فيك خير يا ما بعرف شو، يعني ما بعرف شو الفكرة من هالشتائم هي، يعني شو عم تعبروا انتوا، عن شو عم تعبروا غير عن شخصيتكم وعن ثقافتكم وعن دينكم؟ هذا ايضا يعني احنا ما لازم نزعل من الشتائم، خلي يشتمون على راحتهم، لانه هذه هي ثقافه، الثقافه الصحراويه، الثقافه العربيه هي هذه، انه ما يقبلون النقد، لانه احنا بالعراق او بسوريا كانت عندنا حضارات، يعني مثلا عندنا الحضاره الاشوريه، الحضاره الكلدانيه، الحضاره السومريه، انتم عندكم سوريا عندكم حضاره اشوريه، حضاره سريانيه، هم السريان نسل الاشور، اما بالصحراء العربيه مع الاسف ما كان اكو حضاره، يعني الانسان اللي عايش بالصحراء البدوي، مع كل احترامي للثقافه البدويه، عايش بصحراء قاحله وحياه صعبه جدا وحياه اقصائيه، ما يقبل اي شيء، فما يقبل اي شيء يكون ضده، لانه حتى يعيش من اجل البقاء. فالثقافه هذه، ثقافه اللغه، ثقافه اي لغه تابعه للجو الجغرافي ايضا للمنطقه وللناس، للتفكير. فالثقافه الاقصائيه اللي موجوده عند البدويه والجو القاسي البدوي، وخاصه الخوف من الماء، الموت من الماء، عدم وجود الماء، عدم وجود الاكل، فدائما تشوف انه في موقع الهجوم،
والعرب قبل الإسلام كان عندهم شغلتين، عندهم السيف وعندهم فن المديح، المديح والبلاغة. والبلاغة بالنسبة لي مجرد مبالغة، يعني كل ما بالغوا به. وبعد ما صاروا مسلمين أيضا بقت عندهم نفس الشيء، يعني السيف بقى عند الإسلام، والشعر والمديح أصبح الملة أو الشيخ أو السيد هو يقوم بهذا الشيء. فهذه الثقافة أنا متوقعة من هؤلاء الأخوان. وما راح أروح بعيد، يعني حتى أكراد كرد، يعني إحنا صرنا مسلمين جبرا وبالسيف، لكن أيضا كردنا ما أيضا يدافعون عن الدين العربي والثقافة العربية البدوية أكثر من العرب أنفسهم، ويسبون أكثر. وبالنسبة لي ككردي، أنا أعتبر العربي أو التركي أو الفارسي الإيراني هو أكثر ثقافة من الكردي. يعني ليش؟ لأنه الكردي مضطهد من قبلهم وتابع لهم، ويتبع ثقافتهم بشكل أعمى، ياخذ الجيد وغير الجيد. وهذه هي مشكلتي مع إخوتنا الكرد. فبالنسبة لهذول اللي يسبون، هذا المسبة سلاح ضعيف جدا، سلاح ضعيف عند ما الإنسان ما يمتلك منطق، ما يمتلك عقل، ما يمتلك حجة، فينفجر يقوم يسب. وخليه يسب، يعني السب أيضا تنفيس، هذا تنفيس، يعني خليهم يسبونها على راحتهم. ونحن لابد أنه نواجه الحقيقة، فعندما نواجه الحقيقة راح يسبون. والعرب ياما سبوا أنفسهم، ياما قتلوا علماءهم، ياما حرقوا علماءهم، ياما سبوا علماءهم، هم أنفسهم بأنفسهم ما يقبلون أي أحد. مثلا ابن رشد، مثلا ابن رشد هذا يعني مفكر وعالم إسلامي، لكن لا بأس به، شوفوا حرقوا كتبه وعملوا هيك وهيك. وبعدين حتى لو نجي مثلا هم المسلمين نفسهم يسبون أنفسهم، مثلا الشيعة يسبون السنة، السنة يسبون الشيعة، وهناك 135 طائفة، وكل طائفة تقول أنا الحق والبقية هم على خطأ. يعني لو أنا كنت بإيران كنت أتعجب أنه لأول مرة في حياتي أشوف أنه واحد يسب أبو بكر أو عثمان أو عمر وهو ملة، وهو ملة يعني قاعد ويسب، على أنه يسب ويسب عائشة. بالنسبة لي أنا كنت أنزعج كثير، يعني لأنه كردي وسني، وبعد عندي باقي المسألة الدينية والتسنن والشافعية، هذه كنت أنزعج كثير. إيش دا يسوي؟ عمل لي صدمات. بس نفس الشيء من كنت أجلس مع السنة، مع بعض علماء السنة، ويسبون بالشيعة أيضا، أقل لكن يسبون بالشيعة، ويطلعون خرافاتهم، يتكلموا عن خرافاتهم، هذا يتكلم عن خرافات السنة، هذا يتكلم عن خرافات الشيعة. مثلا قبل كم يوم شفت بالفارسي، باللغة الفارسية، فيديو تبع ملة إيراني. هذا الملة الإيراني شيعي، يقول نهر دجلة ونهر الفرات، نهر دجلة نهر كافر وراح يدخل الجهنم، ونهر الفرات نهر الفرات يدخل الجنة. ليش يابا؟ شوف ماكو منطق، ماكو عقل. ليش يابا؟ يقول نهر دجلة بما أنه يمتد من كردستان، من تركيا، أو ينبع من كردستان، بس خلينا نسميها تركيا، ينبع من تركيا إلى الجنوب. هذه المناطق كلها يسكنوها السنة، فبما أنه يسكنها السنة ويشربوها السنة، إذا هذا النهر كافر، هذا لازم يدخل الجهنم. وهذا ملة كبير، والتلفزيون والدنيا ويوتيوب، ويتكلم ومن يتكلم والجماعة اللي قاعدين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات، مليون صلوات. طيب يا اخي يا ملا، انت هل جيت قصد؟ طيب على نهر الدجله يا حبيبي، انا من الموصل، على نهر الدجله في عندنا مسيحيين، في عندنا كاكائين، في عندنا من اديان اخرى، عندنا الصابئه، عندنا الشيعه ايضا يشربون من نهر الدجله. معقول انه هذا نهر الدجله يدخل الى جهنم؟ طيب اذا دخلنا نهر الدجله الى جهنم، كيف راح نعذبه؟
يعني ها راح يطفي النار يعني، يطفي لهم جهنم. شعب يعني ما بعرف شو يحكي، ناس مخبولة بعقله بصراحة يعني. بالضبط. ويقول لك طيب كيف عرفنا انه هذا راح يدخل الجنه وهذا راح يدخل الجهنم؟ يقول لا، هو سلمان الفارسي اراد انه يعرف حقيقه منبع نهر دجله ونهر الفرات، فكان يبحث ما وصل الى المنبع الرئيسي لنهر دجله ونهر الفرات، فجاء صوت من السماء له، صوت امام علي عليه الصلاة والسلام، صوت إمام علي نزل عليه قال له يا سلمان تعال عندي بالجنة. فرأسا سلمان راح للجنة، قال أنا جاي للجنة أريد أشوف الإمام علي. وين إمام علي؟ دلوه قال يا بتروح هذا القصر موجود. فدخل ممرات، هذا الممر وهذا الممر وهذا الممر وهذا الممر، قصر كبير. وشاف عندما دخل شاف الإمام علي، شاف قبل ما يشوف الإمام علي شاف نور في غرفة، نور يعني صافع، نور إلهي. وشاف الإمام علي جالس هناك، وفي ماء يطلع من أظفرين من أظفرين، وهذا الماء هذا دجلة وهذا فرات. فسلمان الفارسي عرف أنه الإمام علي قال شوف هذه دجلة وهذه فرات، أنت عرف، أنت تريد تعرف أنه المنبع هو هذا. فقال شكرا شكرا. طيب هو كيف دخل الجنة بدون محاسبة بدون قيامة بدون كتاب حساب أنه دخل الجنة؟ يعني ما معقولة. بعدين منطقيا إمام علي عنده الدجدة والفرات. طيب يا حبيبي الإمام علي ما راح ينام؟ إذا نام الدجدة والفرات راح يتخربطون، الاسماك راح تموت والناس راح تموت والحيوانات راح تموت. طيب الامام علي ما راح يروح عند الحوريات؟ ما هو بالجنه من الناحيه المنطقيه، ما راح يروح عند الحوريات، ايش راح يصير بنهر دجله ونهر الفرات؟ فخرافات يا اخي خرافات، ومع ذلك الانسان يعتقد بهذه الخرافات. ليش؟ لانه نحن كل انسان، احنا كبشر عندنا منطق عندنا عقل لكن ما نستخدم العقل. ليش؟ لأنه تربينا على أن لا نستخدم العقل، تربينا على أن نتقبل المفهوم الأولي على أن النقل قبل العقل. فهي هذه المشكلة العويصة. فإحنا لازم نواجه هذه الناس، نقول لهم الحقيقة يا ناس ترى أنتم تربيتوا على تربية غير عقلانية، وأنتم تربيتوا على الخرافات، فلازم لابد ان تواجهون هذه الخرافات بشكل علمي وبشكل منطقي حتى نبني الانسانيه، حتى نتخلص من هذه الحروب. هذا بالتاكيد. طيب خلينا اخي، عفوا المقاطعه اخي نيروز، خلينا نقرا كم تعليق ونرجع. في الاخ عباس عم بيقول كل التحيات لك اخي جان ولضيفك الانيق الرائع نيروز وعلى هذا الصوت الشجي، حلقة ممتعة وأنا مستمتع جدا. شكرا لك أخي عباس. الأخ مستر بلاك عم بيقول أشكرك صديقي على الحلقة الرائعة وتحياتي للضيف الرائع وصوته الجميل جدا بالغناء. الأخ يوسف عم بيقول تحياتي لك جان ولضيفك الكريم الفنان نيروز. سؤالي للضيف هو أن الشعب الكردي يعرف تاريخه جيدا، وهو دخل في الإسلام عنوة بعد أن أبيد نصفه، وبعد أن تحول هذا الشعب إلى الإسلام استخدمته كل الشعوب الإسلامية الأخرى في خدمة مصالحها وخاصة الدولة العثمانية، ومع أن المنطق يقول أن هذا الشعب هو أكثر الشعوب التي يجب أن تترك الإسلام، إلا أنه نجد إلى الآن يوجد فيه الكثيرين من المتعصبين، ما سبب ذلك؟ تفضل. نعم والله هي أسباب عديدة، خاصة طبعا التعصب بالنسبة لكردستان، التعصب الديني بصراحة احنا مش كنا متعصبين، لكن التعصب الديني ظهر خاصة بعد سنة 1979، وخاصة كردستان مجاورة لإيران، وإيران أحدثت أحزاب كردية سنية لأول مرة لصالحها.
وشجعت الأحزاب الشيعية أيضا، وشجعت أحزاب قومية كردية أيضا لصالحها، مشان هذه الأحزاب القومية كانت في صراع مع صدام حسين، وصدام حسين ارتكب أخطاء جسيمة تجاه الأمة الكردية، تجاه الشعب الكردي، وبعدين تندم عليها. هو كان يتصور، هم ورطوه صدام حسين، ورطوه صدام حسين، بالرغم أنه بعد ما انسجن وتوفى ظهر للشعب الكردي أنه شخصيا صدام حسين كان متساهل أكثر من القياديين البعثيين اللي كانوا موجودين. يعني كان صدام هو اللي بعض الأحيان يحرك القضية القومية ويعترف بالدولة الكردية أيضا، لكن ما كان عاملها علنيا. لو كان عاملها عملية علنيا، وكان لو كان الأكراد يثقون بكلامه ويعرفون أنه نيته، نية صدام أنه فعلا يريد يعمل دولة كردية ما تأذي، لكن تأذي تركيا وتأذي إيران وتأذي سوريا، لكان 50 مليون كردي يأيدون صدام. فالسبب الديني هو العامل الديني، عامل رئيسي بالنسبة لنا. إحنا نعم، إحنا أصبحنا مسلمين جبرا وقتلا، والآن الكرد المستشهدين اللي ضد الإسلام نحن نفس الأكراد نسميهم كفرة، وعندما نروح المقابر تبعهم نضربهم بالحجارة أو نرجمهم نقول لهم هذول كانوا كفرة، ونحن نرجم آبائنا. أما الأسباب الأخرى، الحركة القومية بعد فشل الثورة بسنة 1975، وعندما القائد الخالد البارزاني راح وتمرض في أمريكا وبعدين الله يرحمه ومات، فالحركة الكردية ضعفت، القومية ضعفت، فاستغلت من قبل إيران. وإيران تعرفون أنه عندما تدخل المنطقة تدعمك من إيد وتاخذك من إيد آخر، تدعم هذا الحزب بالأموال بالسلاح، ونفس الوقت تاخذ أعضاءه من هذا الحزب سريا. ف الصراع، الاقتتال الأخوي أو الاقتتال الكردي الانتحار، هو هذا أيضا أدى أنه الحركات الإسلامية تقوى. ليش تقوت؟ لأنه عندما الخليج العربي الطرف السني شافوا إيران يدعمون الأكراد ويريدون يستغلون الأكراد ضد من أجل مصالح ضد شغلات أخرى، قامت السعودية والدول الأخرى بدعم الكرد السنة أيضا، فالتيار الإسلامي قام يقوى. القتال بين الاتحاد الوطني الكردستاني وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبين حزب العمال الكردستاني، هذا أيضا أدى إلى تضعيف الجانب الوطني والجانب القومي. فالأحزاب الإسلامية صعدت، الأحزاب الإسلامية صارت قالوا للكرد شو تريدون؟ تريدون أحزاب قومية هذه تقاتل بين أنفسها، تريدون أحزاب قومية هذه تجيب علمانية وتجيب إلحاد بالمنطقة، أما إحنا نعطيكم فلوس، نبني لكم مساجد، نجيب إسلام، وما في إلا الحل هو الإسلام. وخاصة إذا مجتمع غير واعي ومجتمع فقير، من السهل أنه يقنع الكردي بالإسلام، لأنه هو مسبقا مسلم، ما يحتاج بس شوية أنه تفهم المسائل. فبنظري أنه هي هذه الأسباب الحديثة بالنسبة ليش الكرد متعصبين. ومثلا في منطقة السليمانية يقال بأنه برغم أنه إحنا نعتبر السليمانية بالنسبة لنا ككراد ككرد عاصمة الثقافة، لكن بالرغم من انه هي عاصمه الثقافه يقال انه ما لا يقل عن 5000 كردي التحقوا مع داعش. و ليش يلتحقون مع داعش هذا موضوع اخر، لانه الاسلام يغري، بيش يغري؟ يغري بالشهوه، يغري بالغريزه الجنسيه. يعني اذا انت تصير مسلم طيب وتقاتل من اجل الاسلام، احنا انت من نغزو مكان، اذا ما استشهدت فالاموال والفلوس هذه اللي تحصل عليها هذه لك، واذا استشهدت انت بالاخير عندك الشهوه الغريزه في الجنه انت راح تحصل عليها.
فالإسلام يغري. أما مثلا فلسفة أفلاطون تغري بشكل آخر. مثلا فلسفة أفلاطون الجندي أو العسكري ما لازم يكون عنده بيت ولا ملك ولا زوجة ولا طفل، يكون تابع للدولة حتى يقدر يقاتل بشكل مضبوط، حتى لا يكون عنده خوف من أجل البيت، من أجل الزوجة، من أجل الطفل. مثلا عندنا في حزب العمال الكردستاني، أنا بنظري هن ماخذين هذه الفقرة من أفلاطون، أنه عندما إذا تريد تلتحق مع حزب العمال الكردستاني وتصير مقاتل عند حزب العمال الكردستاني، فإذا حتى أنت كنت متزوج، أنت وزوجتك تدخلون تصيروا مقاتلين، يجردوكم من العاطفة، يأخذون الصور، المكاتيب، الرسائل هذه ويحرقوها، ويبنون إنسان آخر يخليك تكون مقاتل من أجل الأمة ومن أجل الشعب ومن أجل الطبقة الكادحة العاملة ومن أجل الحزب. يجردوك من هذه العاطفة، عاطفة أنا أحب وأنت تحب وأنا حبيبتي وأنا يارا ومن ما أعرف إيش، يجردوك بعدها. ما يعطوك الغريزة الشهوة اللي تعطيك الإسلام. الإسلام يتلعب على هذا الشيء. الإسلام مغري بشهوانية، بغريزة، أنت تموت تروح للجنة، أنت تموت تروح للحورية، وأنت ما تموت تحصل على سبايا. هو الإسلام صراحة يعني دين التعريص، ما في غير الكلام هذا، يعني ما في غير العرصات هن اللي بيوعدوا الناس بالجنس، يعني ما في غير العرصات هن اللي بيقدموا للناس الجنس، فدين التعريص هو الإسلام. يعني خلينا نقرأ بعض التعليقات. الأخ أحمد عم بيقول: تحياتي لكم، حلقة جميلة جيد جدا، تحياتي لك أخي جان، وتحياتي لضيفك الكريم نيروز. الأخ جمال رسول: إله الدماء. عم بقول: احتلونا وسبوا نساءنا، فأجد بعض التناقض. الأخ جمال كمان عم بقول: أقسم بالآلهة وبنبوة العظيمة أن كل ما أسمعك يا جان أرتاح نفسيا. شكرا كثير أخي رسول، الآلهة، آلهة الدماء. طبعا في الاخ هيثم عم بيقول: تحياتي اخ جان، انت مبدع. شكرا اخي هيثم، وضيفك الجميل، فليتحفنا ببعض الابداع، الاغاني العذبه. الله، شكرا. ماركو عم بيقول: نايس اند فاني بيرسون. طبعا انت نايس وفاني بيرسون، سو and sexy as well. and sexy as well. طيب خلينا نروح ما بعرف الابداع، مشان الاخ هيثم راح نعيفه للاخير، اكيد راح نطلب منه اغنيه. ناخذ كم سؤال، سؤالين ونختم الحلقه، لانه الاخ نيروز عنده بروفا بعد اظن شي ساعه تقريبا، فلازم يمشي كمان هو، والحلقة كمان ما تطول على أصدقائنا. خلينا نروح على أسئلة تانية. شو رأيك بحملة جهر بالإلحاد؟ شو رأيك فيها أخي نيروس؟ تفضل. الجهر بالإلحاد واللا أدرية والمذاهب الأخرى هذه ضرورة إنسانية، ضرورة حتى المجتمع يتكامل، حتى نفهم من البعض. والنقد الذاتي ايضا ضروري، لانه احنا اذا نستمر بانكار اخطائنا فنحن راح نكرر الخطا، يعني ما راح نتعلم شيء جديد، لانه العلم ما راح يكون علم اذا احنا ما نكشف التناقض، وبعدين من خلال هذا التناقض نكشف الحقيقه. فالجارب الالحاد ضروري جدا. العرب كان عندهم هذا الشيء، يعني مثلا ابي علاء المعري و في أزمنة معينة كان عندهم هذا الشيء قليل، لكن كان موجود. وأوروبا ما تطورت إلا من خلال أنه هذه تنوع الأفكار. بس هنا في شيء، أنه ملاحظة، أنه التنوع الفكري لازم ننتبه لأنه في خطورة. مثلا الدين اللي يؤمن أنه بالفاشية وبالطريق الواحد وبالإقصاء،
لكن يستغل الديمقراطيه من اجل مصالح المؤقته حتى يصل الحكم، او مثل ما وصل الحكم هتلر مثلا استغل الديمقراطيه ووصل للحكم. هذه خطوره، هذه لازم ننتبه لها، لانه الديمقراطيه لا تعني انه اعطاء المجال للافكار الفاشيه سواء كانت دينيه او علمانيه للسيطره. انا من الناس اللي امن بالعلمانيه، بالسكولاريزم يعني بالعلمانيه، ولا علمانيه من دون ديمقراطيه، لكن الديمقراطيه في خوف اذا كان ناس فاشيون لا يؤمنون بالديمقراطيه وباسم الديمقراطيه يعتبروك سلم ويصلون اليك وبعدين يقضون عليك. هذا 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 لازم نحن ما لازم نكون سذج، لازم نكون ننتبه لهذا الموضوع. والجهر بالالحاد شيء ضروري، يعني انت ملحد نجي نناقش ليش انت ملحد، لان انا عندما اناقش معك او مع اي شخص استخدم عده طرق، استخدم طرق سقراطيه، اسئله سقراطيه، واستخدم الشك الديكارتي، واستخدم الطريقه الابداعيه لاينشتاين بالتفكير. فاي فكره طالما انا مؤمن بها، انا مطمئن بها، ما في مشكله. المشكله في ايش؟ اذا كان اغلبيه الشعب، او خلينا نسميها عقليه القطيع، من السهوله ان تخدعهم بفكر خرافي وراح ياثر على الديمقراطيه وعلى حياه الانسانيه للانسان. هذا الشيء خطر لازم يكون ننتبه له، والا الجهر بالالحاد يعني فكر انساني، ومش الان موجود يعني الاف السنين، من زمان اليونانيين يطرحون هذه الفكره. مثلا ابيكوريس الفيلسوف اليوناني ابيكوريس، اعتقد بالعربي يسموه ابيقور، هذا كان يسال الله، يسال الالهه اليونانيه، يقول اذا انت الله، اذا انت قادر فليش انت خلقت الشر؟ هل انت قادر انه تقضي على الشر؟ فانت ليش ما تقضي على الشر؟ اذا انت اله وما تستطيع ان تقضي على الشر، فانت لا تستحق ان تكون اله. طيب اذا انت تقدر تقضي على الشر ولكن ما تريد ان تقضي على الشر، فانت اله غير جيد، غير اخلاقي، غير وهذا مش انا وانت اللي نقول، يعني موجود عبر تاريخ الانسان. مثلا هذا ابي قور قالها قبل 3000 سنه، وقبل 3000 سنه اليونانيين تكلموا عن الذره، عن الذره، عن انشطار الذره، تكلموا عن الايفولوشن، عن النظريه التطوريه، تكلموا عن الرياضيات، عن قواعدها، تكلموا عن الشمس والالهه وهذه كلها. نعم، اعتقد انا جاوبتك على هذا السؤال. طيب اخي خلينا نروح على سؤال ثاني يا اخي نيروز، برايك الحركه اللي صايره هلا من الملحدين خصوصا الناطقين باللغه العربيه، يعني لوين ماشي برايك انت مستقبلا؟ شو كيف بتشوف مستقبل الملحدين؟ والله انا شايف خاصه بالوطن العربي، لانه انا متابع ثقافتي، واحدى ثقافاتي هي الثقافه العربيه اللي هي فرضت علينا، لكن انا افتخر بها. عندي ثقافة إيرانية أتكلم اللغة الفارسية بشكل جيد، وعندي ثقافة نص تركية، وعندي ثقافة إنجليزية، وعندي ثقافة عربية وثقافة كردية، وأفتخر بالثقافة العربية أيضا. يعني من خلال الثقافة العربية تعلمت شغلات كثيرة، وهذا ليس تملقا للعرب، لأنه العرب يعرفوني أنا حدي أواجه الحقيقة حتى إذا أزعجتهم، خاصة الرجال من عندهم، لأن ما أريد أزعج النساء خاصة العزابات. فالملحدين، مستقبل الملحدين بالوطن العربي مستقبل جاي، ولا بد بنظري اذا تريد تقضي على الالحاد فلازم تقضي على الفيسبوك وتقضي على اليوتيوب وتقضي على الانترنت. اذا ما تقضي على هذه الشغلات، الفيسبوك والانترنت والواتساب، هذه شو يسموه بالعربي التواصل الاجتماعي، ادوات التواصل الاجتماعي، هذه راح تشكل محكمة صارمة قوية راح تقضي على الأديان كلها. والدين المسيحي أنت تشوفه بالغرب يعني تقريبا منتهي. مثلا يكون مثلي الجنس، يكون الآن في بريطانيا عندنا يكون شو اسمه الراهب أو القس
هو مثلي الجنس، او مثلا تكون المرأة تكون هي حتى تكون مثلي، تكون سحاقية تمثل المسيحيين. والمسيحية عملت إصلاحات، طبعا يكون في فرق شوية بين الإسلام وبين المسيحية. أنا أعتبر الإسلام به ثورية وعنف وقتال أكثر كثير. يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان مقاتل، لكن عيسى هو كان معلم. وحتى كلمة عيسى هي كلمة كردية بالأصل، هي أستاذ، هي جاء من الماموسة عيسى، إيشا بالآشوري إيشو، وباليوناني هي إيسوس معناتها الطبيب المعلم. عيسى كان معلم، فعندما أنت تكون معلم راح تعلم، راح أتباعك يكون المعلمين يحبون أن يتعلم، يحبون العلم. لكن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام استنى استنى استنى، وين رسولك؟ وين رسولك؟ هذا لا يستحق، لا يستحق بصراحة يعني، تضحك. أنا أخجان، أنا يعني ما أؤمن بالأديان كلها، أنا أؤمن بوجود خالق لكن ما أؤمن بالأديان كلها. فعندما أقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه باعتبار أنه هذه جاية على لساني على طول، ولو أنا ما أؤمن بأنه أقول صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا تصير عندي إشكالية، كيف الله يصلي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا الله يصلي، طيب هو وين يصلي؟ بالجامع يصلي؟ بالمسجد أو بيته؟ معقول أنه يصلي على النبي؟ بصلي على المي، لأنه عرشه على المي، بغط راسه بالمي وبطلع، بغط راسه بالمي وبطلع. إذا المسلمين يقولون لا، هذا الصلاة معناتها الصلة بين الإنسان وبين الرب، وطبعا هذه كلمة موجودة بالكردية أصلا، باللغة الكردية والإيرانية أيضا موجودة هذه. يقولون لا، الصلاة هي دعاء. طيب كيف يصير الله سبحانه وتعالى يدعي لنبيه؟ يعني معقولة يقول أنا أدعو لنبيي الصلاة والسلام على سيدنا محمد، أنا أدعو لنبيي؟ طيب ما أنت راح تدعي من مين راح تدعي؟ من إله آخر مثلا؟ فمن الناحية المنطقية هذه ما تصير. أنا بنظري أنه الإلحاد واللاذرية مصير البشرية، مصير البشرية. إذا وسائل التواصل الاجتماعي بقت، وإذا وسائل التواصل الاجتماعي ما بقت، فلازم تحضر نفسك أنت تكون ملا وأنا أكون سيد. وهو مستحيل يعني، الانتصارات اللي وصل العلم مستحيل البشرية تتخلى عنها يعني، والانتصارات لقدام يعني. وسائل التواصل الاجتماعي حاليا محتاجين للابتوب، محتاجين لتليفون هالقد قده مثلا حتى نقدر نتواصل. في المستقبل ليس بعيد يعني، المنظور 10 سنين، ما أظن أكثر من 10 سنين، ستكون في عدسات لاصقة الإنترنت، وما في داعي يعني لا للأشرطة ولا لشيء، بمجرد بعيونك تقدر تتحكم تتواصل مع الناس. الشيء الذي يقتل الأديان هو التناقض. مثلا في الإسلام عندنا أنه نقول هل يجب أن نطيع الله؟ نعم بكل شيء، نعم بكل شيء. طيب الله أعطاك مرض السرطان، أنت ليش تروح للدكتور؟ بالضبط. إذا أنت رحت للدكتور فأنت تعصي عطاء الله. الله أعطاك هذا المرض وأنت لازم تقبل بهذا المرض، ما لازم تروح للدكتور. هذا تمرد، تروح تأخذ الشفاء الأدوية، هذا تمرد على ما أعطاك الله. فالأديان تناقض نفسها، الأديان نفسها تناقض نفسها، وهي التي تقضي على نفسها. راح ذاك الزمان أنه قبل 2000 سنة، أنه تروح لقرية تقول أنه النبي الذيب الفلسطيني الموجود في سويسرا، او النبي نوروز دخل في فم حوت وبقى 7 سنين او 7 اشهر وبعدين طلع. طيب شو كان هذا بمعده الحوت؟ يعني فندق من الدرجه الاولى، كيف كان بيتنفس؟ والحوت هذا ما راح ياكل اكل، طيب هذا الاكل من ينزل على هذا الشخص؟ يعني كيف راح يشوف الدنيا؟ وشنو المنطق من هذا الشيء؟ شنو الدعم من هذا الشيء؟ طيب هذا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ليش يدخله ببطن الحوت؟ ليش ما يطلعوا في مكان يطلعوا رأسنا من هون لهون؟ ف
فالأديان التناقض هي اللي تقتل الأديان. والمسبات أيضا أنت لا تهتم بالمسبات، وقلنا الكلمات هذه التعليقات اللي تجينا أنه مسبات، خلي تجي أقول لك أنه في حاشا في زب قال للخصيان حضروا حالكم حتى نروح الحفلة. فالخصيان قالوا له أنت تخدعنا، أنت دائما تدخل بالحفلة وتخلينا برا. لا هي حلوه، هي تدخل بالحفله وتخلينا برا. على كل خلينا ناخذ تعليقين اخرين. في رابعه البحريه اخت امازيغيه عم تقول من امازيغيه مغربيه، احلى التحيات لك يا جان وضيفك نيروز، عمل رائع وجميل واصل. في الاخ معروف، شكرا لك اختي رابعه البحريه. الاخ معروف المجهول عم بقول مرحبا صديقي جان ومرحبا لضيفك الراقي، لو ممكن تعمل حلقات مكثفة حول تاريخ الكرد لأن الذي وصلنا عنهم مشوه كما تعرفون، تحياتي. بصراحة أنا بتمنى، وهي فكرة كتير جيدة يا أخي معروف، أنه نعمل حلقات عن تاريخ الكرد. وأنا بتمنى من أصدقائنا، يعني من جانو مثلا، من أصدقائنا الآخرين، إذا ممكن يعني نعمل حلقات عن تاريخ الكرد، أنا بتمنى ذلك يعني بصراحة. طيب أخي نيروز، بدنا منك إبداع. نعم. وأغنية هيك وموال حزين أو اللي بدك، يا موال عراقي وأغنية. هي بالعربي كردي؟ بالعربي، خلينا بالعربي لأنه أغلب المتابعين ناطقين باللغة العربية. وبعدها بنختم الحلقه ونخليك تروح على البروفه. انا اغني لك مش موال، اغنيه مال عبد الحليم يعني. تفضل. انا هلا ما اذكر يعني ما بحضر حالي، بس خلي على 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 الهواء، على الريح، نحن على الريح. اكيد. واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، ان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى قفاك واشتاق لعذابي معاك، والاتموع يفكرك ارجع تاني دواك، الدنيا جديدي معاك برضاها يرضى معاك، ويهمشي عليك عليك ترارا ديرارا. اتذكرت اغني لك موال سوري عراقي ما اتذكر. تفضل حبيبي. لان انا احب الشام واحب القامش وعشت فيها في السنين، واشكر الشعب السوري اللي يعني اللي تقبلنا، واحدى الاسباب اللي ما اتكلم عن النظام السوري لانه انا عشت في سوريا وما راح انسى الخبز والملح اللي اكلناه من سوريا. لما نخوق بين الصبح عيسى هموم، وحملوها وسارت بالهوى الإبل، وارسلت من خلال السج ناظرها ما وارسلت من خلال السج ناظرها ترنو إلي ودمع العين ينهمر، ترنو إلي ودمع العين ينهمر. ترنو إلي ودمع العين ينهمر، ترنو إلي دمع العين. عدت ببنان ناديت لا حملت رجلك يا جمل. واو، يسلم هالتم حبيبي نيروز، يسلم هالتم.
شكرا جزيلا. حبيبي نيروز، كلمة أخيرة بتحب تقولها بالحلقة للمؤمنين، للملحدين، للا دينيين، لكل مشاهدينا، تفضل. والله كلمتي الأخيرة أنه أتمنى كلكم تكونون أصحاب عقول متفتحة وتقولون الصراحة وتواجهون الحقيقة ويكون عندكم النقد والنقد الذاتي وما تظلمون الشعوب المضطهدة مثل الأمازيغ ومثل الكرد. وانتهى هذا الزمان ولازم احنا نعيش كلنا كعائله واحده، ونحن فعلا احنا عائله واحده، لازم نتقاسم الثروات، لازم نتقاسم المسؤوليات. والسلام الى كل اخ واخت انه شاركونا ويشاركونا. واتمنى انه الصحه العقليه بالنسبه لاولئك الذين سبونا ويسبوننا، واطمئنهم انه بان احنا راح نستمر بهذه بعمليه التنوير. ما احب اقول التنوير، لازم نكون اكثر من التنوير، لازم نغير، بس طبعا قبل ما نغير الناس لازم احنا نغير انفسنا. وما بعرف انا هذا الشيء اللي براسي، لازم احنا نكون الاخلاق العليا هي ان لا تسرق، ان لا تقتل، أن لا تظلم، أن لا تظلم المرأة ولا تظلم الطفل ولا تظلم القوميات الأقليات الأخرى ولا تفقد أي ديانة. هذا الشيء اللي أفكر به. عيش حياة حرة والحياة قصيرة والحياة حلوة، وإحنا كلنا مصيرنا الموت، وما لازم نخاف من الموت. الموت شيء طبيعي، الموت يعني معناته رقم الصفر، الإنسان ما بيخاف من رقم الصفر. وهذا الشيء، واتمنى لكم الموفقية والنجاح، وإن شاء الله من خلال برنامجك، بما أنه أنا أعزب، راح أحصل على زوجة جميلة من خلال برنامجك. أنا أوعدك كما وعدك محمد بأربع زوجات إذا بدك. أنا 14 بتكفيني. عندك 14. على كل، شكرا كثير لك أخي نيروز، وأنا كثير انبسطت باللقاء معك، وشكرا على الوقت الطيب اللي أعطتنا إياه. أصدقائي، أنا بشكركم على المتابعة، وأتمنى منكم المشاركات، وأنا آسف كثير أنه ما قدرت أفتح السكايب حتى نستقبل اتصالاتكم، لأنه بصراحة هذا خطأي، أنا كان لازم أعمل ريستارت للكمبيوتر، والكمبيوتر عندي قديم، يعني دقة قديمة، فتحملونا. شكرا لكم، شكرا، شكرا لك نيروز، شكرا، شكرا لكم حبيبي. إلى اللقاء أصدقائي في حلقة قادمة. إلى اللقاء، مع السلامة.